ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح له به الأمة وكشف به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، بقي ما لقي ولقى ما لقى وقصى ما قصى وضاق ما ضاق وضاق الصبا ولقى من أجل أمته، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، جهاد متصل، جهاد نفس وجهاد كلمة وجهاد سيف من أجل أمته، جهاد متصل 23 شهر من أجل هذه الأمة، من أجل إخراج أمته من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، من الذلة إلى العزة. 23 سنة عاش لأمته، لم يعيش لنفسه قط قط، عاش لنا ولهدايتنا. صلي اللهم على هذا النبي الأمين وعلى صحابته غلم يمين وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته وصار على هديه إلى يوم الدين. ما بعد، بدأ ببدء إخوتنا في الله، أحييكم بتحية الجنة، تحية الجنة هي السلام، في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله لي ولكم وأشكر جل وعلا الذي أنعم علينا بهذا الجمع المبارك في هذا المكان الطيب المبارك الذي سمعنا وإياكم منه من كلام الله من أطيب الكلام. إخواتنا جزاهم الله خيرا، نور عقولنا بهذه الآيات من القرآن الكريم. القرآن الكريم كلكم تعلمون أن القرآن الكريم كلام الله لفظا ومعنى، من الله إلى جبريل إلى قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. كتاب أنزله سبحانه وتعالى هذه 15 قرن لهذا الكوكب الأرضي لهذه الأمة من أجل سعادة هذه الأمة، هذا القرآن نزل، نعم، من أجل توحيد هذه الأمة، نعم، من أجل أخوة هذه الأمة، من أجل رفاهية هذه الأمة نزل القرآن 23 سنة. وجبريل رواح غداء من المملكة السماوية للكوكب الأرضي لهذه الأمة بهذا القرآن، سفير الأنبياء رواح غداء ليل ونهار بهذا القرآن، آية بآية على الحبيب المصطفى رسول الله نزل من السماء بهذه الموعظة، سماها الله موعظة نداء عام لسبعة المليار في العالم، فيهم اليهود وفيهم النصارى وفيهم المجوس، فيهم اللي تيوحد واللي تيشرك، فيهم المؤمن فيهم الكافر، فيهم اللي تينكر وجه الله، فيهم اللي تيستهزأ بالقرآن. ولاد آدم من يلتزم قبل نادى عليهم نداء واحد جمعوه قال يا أيها الناس يا ولاد آدم يا ولاد حواء يا النصارى يا اليهود يا المسلمين يا اللي كافرين بالله، يا أيها الناس، هذه آية عامة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هل يشفي الصدور؟ القرآن قدام الكلام يشفي الغليل ويزيح الداء عن العليل، يشفي الصدور، طمأنينة للقلب بهذا الكلام. يا سلام، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هذه آية عامة. أما الآية الخاصة خاصة بالأمة بالله وملائكته وهذا القرآن والكتب السماوية والدساتير السماوية التوراة والزبور والإنجيل والقرآن ختم كلهم. قال يا أيها الذين آمنوا، يا سمعت يا أيها الذين آمنوا، واحد الصحابي يقول لعبد الله بن مسعود راعي لها اسمعك الله غادي يتكلم معك، يا المؤمن الله غادي يتكلم معك، المؤمنة الله غادي يتكلم معك،
فاطمة أدريس عبد القادر أم كلثوم بغيت كلمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم يحييكم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما تفعلون. يا أيها الذين آمنوا يا سلام خاصة أي عام. يا أيها الناس يا أولاد آدم إنا خلقناكم من ذكر أنت وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله سبحانه أتقاكم لم يخلق أغناكم بشرفكم أتقاكم جعلناكم شعوبا وقبائل لمن؟ لتعارفوا مش لتعارفوا لتعارفوا تعارف يا سلام سبحان الله 23 سنة والدستور المملكة السماوية نزل فيه تبيان لكل شيء من رب كل شيء في تبيان لكل شيء بك الزواج أباء الأولاد خطب كل واحد خطب الشاعر خطب الفيلسوف خطب العبقري خطب الغني الفقير مليونير ملياردير قارونير تكلم مع التجار مع الفقراء مع العباد مع المبتدئة مع 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 تلد البدع راه تكلم بحال صحاب عيسى داروا بدعة ديال المسيح تقول لك اش خان وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها بدعة ما كتبنا عليهم شكون اللي كيقول بدعة كبيرة لا عيسى كان عنده الكنيسة تما يكرسوا الكفان وتزول تذكروا أموال الناس بالباطل شعر المسيحية يا ربي أعطيني ما ناكل بلا ما يخدموا كتافية ما فيه ما يخدم لا ما تخدم من اللي كازل تخدم معايا دخل معايا قلت حرات وتدرس وتبيع وتشري وتكرس وتصنع وتنصح وتبلى لا ما خويا جهاد راه جهاد هذا هو الجهاد الكبير اللي سماه سيدنا علي الجهاد الصغير هذاك شهر العدو وي دقيقة ودقيقة سليم هاي سليم معاك يا مسير باك سيفطم الجنة ولا سيفطم النار هذا جهاد كبير هذا هو الجهاد الكبير يا سلام استعين به إياك نعبد وإياك نستعين هذا نعم التوحيد طيب السلام عليكم السلام عليكم نور يا الله يا رحمن يا وحيد يا ستير يا قوي إن لله الاسماء الحسنى ندعوه بها سجمة قولوا ادعوا الله أو ادعوه رحمن أي ما تدعوه يا الله يا رحمن يا حلف بالله مش يقولوا حقا الطعام يتبلو في نجدي حقا النار نقص من عمري نقص من عمرك بلا يطريلك حقا الطعام حقا المالي تغسل بيه رغم يجيكم المزور لكن تيك بيه الله عفو لي وحقا النار تكوى بيه الله يكوى بيه الله يشيرهم يا سلام حقاك النور اللي فوجك حقاك النور شا تحلف الأستاذ القاري شا تحب الخبز نسان طول القمر تم زاكا تحب الخبز حقا الطعام تاكل بنزي وحقا النبي لا لا الحب بالله من كان منكم حالفا بالحلف بالله أو أخي اسمع أعظم الله إبليس ما شاكش بيه من الحلف رب العالمين باش يضل البشر كله يدخل الجنة اش قال له فبعزتك الأغوينه ما كانش في عزتك هو جبريل وهم ما كانش هو بنبلهم ايو ابليس فبعزتك ولد ادم قال له حتى نشويهم ندخلهم كلهم جهنم كلهم خرجوا عليا نخرج عليهم حتى انا خرج على باهم خرجوا من الجنه حتى ولا هو تاب وعاوزا ولادو انا نصطافهم كلشي جهنم كل ندير له قشيره البنان بول بنان سير لي يومي كسفت ها عبد الباقي كذا عليك وما شكش بالله بقى مع التوحيد باش غضب على الله ان شرك الله فاش بالكبر بالكبر تكبر هذا هو استكبار وكان هذه صفه اللي شرك الله فيها يقسمه شوف ابليس شحال عبد شحال صلى فين تبان انت عبادتك انت قدام ابليس اوه ترفسك امامه بالعباده يتلعبوا عباد هو اكثر منك فين تبان فين تبان يا دبان فين تبان يا مراجبا قالوا المغاربه فين تبان يا دبان قدام عباد قدام ابليس داكشي كله مشى علاش بالكبر هذا هو استكبار وكان منا عندك تدخل عندك مادة الكبر ما تقيسهاش خاص به هو الكبر الكبر ردائي والعظمة إثاني من نزعني في واحد ما قاتمته ولا أبالي قرأ التاريخ هذوك اللي شركوا بالله شحال حكموا في الأرض فرعون شحال حكم نابوليون ها الله شارلومان ها الله كلهم دازوا في الكبر إذا كان عليك هذو اللي دازوا هذو كفار حكموا الأرض كم يخلي شعب له بالبنان وكل ما شكوا مع الله وقال إن الإنسان لا يبغى أن رآه ما خاش إن الإنسان يبغى أن يستغنى أن رآه من كيشوف راسو الله تغنى إما بحكم كذا إما بالمال إما بالجاه إما بالثقافة إما في سبب كيجعل الإنسان
ايه هبطينا بليس هذا رد بالك غادي يخليك تفلت. هاي والله ما تفلت يا هاي هاي تخرجي عليه وتا هو يخرج عليك. علاش قالك واحد الداعيه الشيخ قالك لا تتعجب لي من هلك كيف هلك ولكن تعجب لي من نجا كيف نجا. لا تعجبش لي تك في الدنيا مات على اليهوديه مات على النصرانيه كله شو تيعبد كله البشريه كتعبد يا شو كيعبد الله الا من رحم الله. يا سلام اللي قال الله وما امروا الا ليعبدوا الها لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ماده الشرك ما يغفرلكش فيها الله. ان الله لا يغفر عن شرك ما يغفر ما دون ذلك. البشريه شحال في الحاله كله شو تيعبد تيعبد الصليب تيعبد عزير يهود كعبد عزير نصار كعبد الصليب ها الجابون ها ولا الهند المشاكل ذاك بوط حيشه ذاك بودا عندك طمعها مالك جهنم كلش اش هذاك اله كلش تيعبد تيعبد النار تيعبد البقر تيعبد الحمير كلش تيعبد ها البشريه في العالم الا من رحم الله اللي كوحد الله وما امروا الا ليعبدوا اله واحد. يا سلام قل ان صلاتي ونسوكي ومحيان ومماتي لمن؟ نبح لله استعيذ بالله استعذ بالله دير الخير لله ما تشرك بالله تصدق لله جيب صدقه لله لوجه الله هذه درنا لوجه الله يا ربي هذه في الصحيفه هذه ويلي مشات بالك لانه قالت من جاء بالحسنه ما قالش من عمل حسنه من جاء بالحسنه ما دخلش فيها نقيه صيفطها له. يا سلام بحال السبعه اللي كيظلهم الله يوم القيامه تحت ظل عرشه راجل من تصدقه بيمينه كاين عند الاخلاص ما عرفتش الشمال ديالو صدق ولا ما صدقش سير مشي مشي انا اللي دخلت الخدمه وانا اللي عاونته وانا اللي عاونته العرس ديالو كل ما هنا قاعده في العرس كل ما كاين بتلصيع ما سمعتيش يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم باش بالمني تمني عليه سير كيقول نصرع فرملة بوكلة أليس كذلك؟ خليك مع النص ودعك من الفص يا جدع بخي بخي كل شيء إنا اسمح لي كل شيء تيدير الخير في العالم سبعة رمضان كل ما تيديرش الخير اليهودي كل شيء تيدير الخير النصارى تيدير الخير العرب تيدير الخير كل شيء تيدير الخير النصارى ولاد الناس يقولوا الشرفة وحقا النصارى داروا الخير فين وصلوا حنا توماس اديسون صنع بوله دار الخير ما دارش الخير كل واحد داير الشميعه ولا لمبه الا جيت تشوف صاحبك تدخل في الحيط توماس اديسون حتى بغا يحمق عاش عندك البوله المره اللي هي عطاتو الفكره قالت له توماس سي بارمان لوفي الوت كاين الخير السلوكه وكاين سي طيو باو باو بوالو قال لها هذا البوله تشعل راه لاباس باش ما بغا تشعل عطاه فكره وقتو ما كيشرب دار القهوه جابت له مرتو ثلاثه ديال الفناجل ثلاثه ديال القهوه ما شربت حتى وحده قال لها غير صوتي مخي بس نشعل البوره ما ميتني شو على ضحيتها انا بقى فيا بقى فيا قلت له ولي قلت له ولي من السر ولي انت قلت له توماس اديسون انت اللي شعلتي هذا البيضه ما العالم لو كان وياك في الاخيره انا وياك في الاجر في الحسنات 50-50 صيصه يخ يخ يا جدع وين اللي قريتو انا اللي خسرت خسرت عليه فلوس يا خدمتها قريتو سبحان الله ولكن مع الاسف الشديد كنت اسف عليه ومع الاسف اسى ومع الاسى جاوا شو شحال اجتهد المراه ديالو هي لقات له قالت له طماط شوف هذا الفيت انا جربوه في الغيط في الخاوي جاب جاجه خاويه ودار فيها ريزيستونس سليكات دار فاز نوت جوج خويطات شعلات مجروبات عطاتو يا شحال ما تطور الضو شحال مي وكذا الى اخره والفضل كان غادي يكون ليه هو كما كيقولوا الفضل لمن؟ للمبتدي وان احسن المقتدي أليس كذلك؟ هل بعد العبادة اللي كان عبده في ديوان حسنة من السلف والصالح الصحابة يا سلام وكل شيء عاوتاني في الصحابة ولا احنا في ديوان حسنة من سيدنا رسول الله هو اللي نقد البشرية من الظلمات ان ورانا شنو نعبدو وكنصدقو وكنحجو وكنتجوجو وشحال نتجوجو ورانا كنعبدو الله العبادة اللي غتنفعنا بها يوم القيامة في الدنيا والآخرة الاثنين ندفعو عصفورين بحجر واحد العبادة اللي جاب رسول الله ها نعيش السعادة هنا ولهيه والداخل تخرج لك من الاولى وهنا تعيش السعيد
واخا تكون فقير تعيش في هاد السلايطن تحت قويطن وتعشى غير بالنيجه وتقول سبحان الله خلق البيدنجان وسودا ودا بلال وراها طرطر اخضر وبسم الله والله اكبر وطلب بالفيتامين سي بي تي سي فو ديال بيسيبسيو تريسيبسيو تيني 17 يا جدع وليت عرضك في التعب اللي تعرضك في الدقيقه الانجليزي تاع ما يجري ياش لان معاك التوحيد يا سلام ولكن معها التوحيد معها التوحيد بحر الله التوحيد شعر عظيمة عقيدة معها لك يا سلام سبحان من خلق البدنجانة ماشي تقول لها وحسيتينا غير بزعلوك راك مزعلك لا انت ولا هي حاجعلك التوحيد فين هو إنا نحن لسنا الذكر وإنا لولا حافظون ولولا حفظ الله القرآن لكان القرآن يمشى مشى 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 عطي الصليبية تخليك شي قرآن حروب الثرثار أو المعتزلة معهم حب المحمل مشى القرآن مشى مشى ما يوصلناش أنا كان سمعه ولكن حافظوا الله سبحانه هو اللي حافظوا داز دار الصحابة داز التابعين داز ما زال القرآن هو هو كأنه نزل به جبريل لماذا؟ باش تقام الحجة علينا حنا القرآن حجته إلا لك أو عليك يا سلام الله حجة علينا حنا بالقرآن قرآن عربي فيه تبيان لكل شيء يا سلام مش كذلك؟ نعم حتى اللي كيدخلوا جهنم ما تبقوش القران في حياتهم ما صلوا ما وحدوا ما يديك ما يخليك غير هذه عادات كما قال لهم ذاك الجاهل ها الي ابو ماضي جئت لا اعلم من اين فابصرت امامي طريق لست ادري هذا الحيوان احسن منه غير غادي ما عندك غير دايرين تيس في الحياه ما كتعرف لا حلال ولا حرام ولا تشرب الشراب اللي قالت لك نفسك لا نفيسه تقولها مثل الخبيثه اللي امرك ديرها قالت لك شرب قالت لك كمي ضرب المرحوض بالنفيحه تتنفح قالت لك لعب السباسه كمي بطل قالت لك شكري شهر انت غادي حيوان ولا شنو حيوان ما كيديرش هادشي تقولي جيت ولا اعلم لا 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 ربك ما سمعتيش القران اش كيقول لما يدخل جهنم اشعار يقولوا خزانه جهنم كلما القي فيها فوج سالهم خزانتها ان ياتيكم نذير اش قالوا؟ بلا ما قالوش نعم بلا نعم كتنفي الشك يا بدود شك ما كاين شك بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما انزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير 60 عام 70 عام عشت في الدنيا على حساب الحديث ما جاء في سيدنا رسول الله عمر امتي بين 60 و 70 قليل اللي وصل 80 ايوا ما سمعتي قران ما سمعتي واعظ ما قلتش محاضره ما قلتش مع عند عالم ما والو فين كنتي انت ما كنتي كتصلي داخل الجنه بلا صلاه بجنبته ملي ولات امه عمره ما صلى اش هاد يا خويا عاد نقول للمسلمين دابا صليو مالي القران اللي كيقولوا القران اخي مصطفى تاني ما فينو كتصلي يوم ما كاينش عليك اخويا راه غير هي اللي باقا ايوا باقي كل شيء ياك انت اسيدي الصلاة غير دين الا ما صليتش ليه ليه واش الجامع كاين ليه كاين سقر كاين غرينتر كاين سقر ما سلككم في سقر قالناكم ودي ما كتجيني بشي عندك الماء نصلي الصلاة حشومة مسلمي باقي عادي تركو دابا الصلاة حشومة كاع والله بشي عندك ولكم مسلمي واش ما الصلاة كتخلي على جوج الناس الحياط والنفساء وكان شي واحد في الرجال اللي داخل في هذا الحكم نقول له صافا مدام دريس مدام عبد الرحمن قال لا عبد الرحمن لاباس عليك لاباس عليك سي عبد الرحمن دريس حشومة الحياط والنفساء الحائط والنفيسة ما تصليش تتبرع اما الرجال الا كنتي مؤمن واش يقول لك اسيدي الايمان هنا ميمونه تعرف الله والله عارف ميمونه ودير النيه والمالحيه ما عرفتهاش النيه الايمان هنا الايمان في القلب الايمان في القلب والكفر اخويا فين تيكون في الودن حتى الكفر